مشاهدين الكرام كما استمتعنا في هذا التحدي الكبير، شلفتين وخنجرين ذهبية ذهب في هذا المساء وصورة تذكارية، وأيضا المدير التنفيذي لهجن الشحانية صالح بن ناصر العيدة يتوج في هذا في هذه الرموز الذهبية المميزة والسوبر هاتريك إلى مؤسسة هجن صالح بن ناصر العيدة المدير التنفيذي لهجن الشحانية. ألف مبروك هذه الرباعية الذهبية الليلة وتستاهل يا ابو ناصر. الله يبارك في عمرك والحمد لله على التوفيق. نعم، من جد وجد ومن زرع حصد، هذا حصاد ما زرعتوه من تخطيط من تجهيز من تقريب وجهات النظر بين السادة المضمنين. صحيح، الحمد لله العمل عادي له من قبل بداية الموسم وإلى الآن النتائج كلها طيبة صراحة، من مهرجان ولي العهد المملكة العربية السعودية لغاية مهرجان سمو الأمير. نعم، كان في تعاون واضح في جميع الأشواط من المضمرين، من عموم المضمرين، كان في تضحية من بعض المضمرين. هذا شيء غير مستغرب، كلهم يعملون تحت مظلة واحدة وعلى قلب واحد. نعم، فلا تستغرب الشيء هذا. نعم ابو ناصر، في ظل المنافسات الصعبة الشرسة المؤسسات قصدي هجن الشحانية استطاعت انتزاع الرموز انتزاعا الليلة، كيف شاهدت هذه الملحمة الليلة؟ الحمد لله، يعني في هجن مصنفة موجودة معنا في الشوط ماخذات رموز، والحمد لله نحن ما ان المضمرين ما قصروا والهجن جات على الوعد اللي احنا كنا وقت الرموز الاربعه في الشحن. الحمد لله، هذا توفيق. كلمه للجماهير اللي فرحهم الفوز، اشكرهم واقول مستمروا في دعم هجن الشحانيه ويبشرون بالخير ان شاء الله. نعم، استعدادكم للثنايا والحيل والزمول ابو ناصر ان شاء الله استعداد طيب. هل بنشوفه على نفس المنوال ان شاء الله؟ بامر الله، احنا بناخذها خطوه خطوه لين نجيب السيف. لكن الضغوط هل خفت شوي ولا ما زالت موجوده؟ لا ما الضغوط موجوده لين نجيب السيف. الله يوفقك وجعلنا مستمعين، شكرا جزيلا. عفوا. حصل